السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أبنائي وبناتي طلاب الصف الأول الابتدائي في المدرسة النموذجية وبرنامجها الذي سنستفيد منه الكثير، وكذلك في منهج اللغة العربية تحديدا. حياكم الله أبنائي الصغار وأهلا بكم، ويعني أخذنا معا إلى الآن 8 وحدات في كل وحدة أو 8 وحدات في كل وحدة. أخذنا العديد من الحروف، تعلمنا كتابتها قراءة، وعفوا تعلمنا كيف شكلها قراءة وكتابة أيضا. في درس اليوم أو في وحدة اليوم طبعا نحن ننتقل إلى الوحدة 9، وسنبدأ بدرس جديد وسنتعلم أيضا حروف جديدة. الوحدة 9 تبدأ بدرس بعنوان الكتاب صديقي. سنعرف ما هي قصة هذا الدرس وكذلك ما هو الحرف المرتبط بهذه القصة. هيا بنا ننتقل إلى الصفحة الأولى من الوحدة 9. انظروا إلى العنوان: الكتاب صديقي. الكتاب صديقي، كل الحروف في هذه الكلمتين أو في هاتين الكلمتين أخذناها سابقا، حرف التاء، حرف الألف والباء والصاد والدال والياء والقاف. هل ترون ما هو الحرف الجديد علينا هنا والمختلف؟ أحسنتم، إنه حرف الكاف. هذا هو شكل حرف الكاف، وحرف الكاف يختلف تماما شكله من بداية الكلمة ووسط الكلمة وآخر الكلمة. هذا هو حرف الكاف، انظروا إليه، يشبه حرف اللام مع همزة صغيرة فوقه. هذا هو حرف الكاف. يكتب حرف الكاف بهذا الشكل في بداية الكلمة، انظروا، هذا هو حرف الكاف، وهكذا يكتب في بداية الكلمة. يختلف تماما، تلغى الهمزة هذه ونضيف له خط مائل بهذا الشكل. هل ترون؟ هذا هو حرف الكاف. أحسنتم، إذن سنلاحظ حرف الكاف في الدرس أثناء قراءته. هيا بنا للقراءة. بينما حكيم يسير إلى المسجد سمع صوتا ينادي: يا حكيم يا حكيم. اقترب حكيم من مكان الصوت فوجد كتابا بجانب الطريق. ماذا وجد؟ كتابا بجانب الطريق. قال الكتاب، أي أن الذي كان ينادي هو الكتاب. ماذا قال الكتاب؟ أشكو إليك حالي، صديقك كمال رماني. الكتاب يشتكي لحكيم أن صديقه كمال رماه في الشارع. قال حكيم: لا تحزن، سوف أضعك في مكتبة البيت وستكون صديقي، فأنا أحب قراءة الكتب. هذه هي قصة اليوم. انظروا إلى الصورة التي تحكي قصة اليوم. هذا هو حكيم عندما وجد الكتاب الملقى في الأرض يبكي لأنه أهمل ورمي في هذه الزاوية، والكتاب مكانه في المكتبة، والكتاب يجب أن نحافظ عليه لأن فيه الكثير من المعلومات المهمة، حتى هذه الكتب التي ندرسها نتعلم فيها القراءة والكتابة، وبها أيضا أسماء الله وبها أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن لا نهمل الكتب ولا نلقيها في الأرض ولا نوسخها ولا أيضا نمزقها، علينا أن نحافظ عليها جيدا. هذا ما سنتعلمه في درس اليوم، كما أننا سنلاحظ حرف الكاف ولماذا يختلف كتابة حرف الكاف من كلمة إلى أخرى كما ترون. هيا بنا انظروا إلى أول كلمة بها حرف الكاف، حكيم. هذه هي الكلمة، انظروا إليها جيدا.
أين تجدون حرف الكاف؟ أين تجدون هذا الشكل؟ في وسط الكلمة، أحسنتم، وعليه كسرة، أو الحركة المناسبة له هي الكسرة، وكذلك حرف الياء المد، حكيم، حكيم، لذلك سنكسر حرف الكاف. انظروا إلى حرف الكاف في هذه الكلمة، مكان، 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 هل ترون؟ هذا هو حرف الكاف، جاء في وسط الكلمة، لذلك كتب بهذا الشكل مع حرف المد الألف، ومع الفتحة سنفتح الكاف عند النطق، مكان، مكان. هنا أيضا حرف الكاف في بداية الكلمة ولكنه مكسور، انظروا شكل حرف الكاف في بداية الكلمة، إذا هذا هو حرف الكاف في بداية الكلمة، وهذا هو حرف الكاف في وسط الكلمة، هل ترون؟ نكتبها بطريقة أفضل، هذا هو السطر، هذا هو السطر، هكذا يكتب حرف الكاف في بداية الكلمة. أما في الوسط فهو سيمد يدا من هنا، ثم نكتبه بهذا الشكل، ثم يمد يدا أخرى. أما في آخر الكلمات فإنه سيعود لشكله الأول بهذه الطريقة، هل ترون؟ هذا هو شكل حرف الكاف. انظروا إلى حرف الكاف هنا، ننتقل إلى الجزء الآخر من الدرس. هذا هو حرف الكاف، وجاء في وسط الكلمة، وعليه ضمة، ومتصل بواو المد. كيف سنقرأه إذن؟ كو، أش، كو، أش، كو. حرف الكاف هنا جاء في، أحسنتم، أول الكلمة. ما هي الحركة؟ فتحة، أحسنتم. كيف سنقرأ؟ ك، ك، كمال. حرف الكاف هنا أين موقعه؟ رائعون، في وسط الكلمة. وما هي الحركة التي عليه؟ أحسنتم، إنها السكون، لذلك سنقرأه ونقف، مكتبة، مكتبة. الكتب، انظروا إلى حركة حرف الكاف، إنها الضمة، لذلك سنضم الحرف، الكتب، الكتب. هذا هو حرف الكاف المفتوح، هذا هو حرف الكاف المفتوح، انظروا جيدا إليه، كيف يكتب حرف الكاف في أول الكلمة، وهذا في وسط الكلمة، هكذا بهذا الشكل، وهكذا في آخر الكلمة متصل، وآخر الكلمة منفصل. كيف سنقرأ؟ نتهجى الحروف ثم نقرأها، ك، ما، لو، كمال، كمال، ما، ك، نو، مكان، مكان، أحسنتم. هيا لنقرأ، يو، نا، دي، ص، دي، قي، ينادي، صديقي. هكذا نستطيع أن نقرأ الكلمات كاملة. انظروا إلى شكل الكاف هنا، ماذا ترون أمامكم؟ ترون حرف الكاف ولكن على كرسي، حرف الكاف على كرسي، هذا هو الكرسي وهذا هو حرف الكاف. نلون كما في الشكل المقابل أو بالألوان التي نحبها، ونميز حرف الكاف بلون مختلف، أحسنتم. هنا حرف الكاف بالضم، كو، كو. حرف الكاف في أول الكلمة، كو، في وسط الكلمة، كو، في آخر الكلمة متصل، وفي آخر الكلمة منفصل، وهذه هي الضمة التي جعلتنا نضم الحرف، كو. هيا لنقرأ بالتجزيل، ال، كو، عند القراءة ننتبه للتشكيل،
الكتب، الكتب، الكتب. أحسنتم. سامع، انظروا إلى التشكيل، س مفتوح، مي مكسور، ع مفتوح، سمع، سمع. أحسنتم. هنا سنتعلم كيف نكتب حرف الكاف، كيف نكتب حرف الكاف جيدا. من أين نبدأ؟ سنبدأ بالخط المائل من فوق السطر، ثم خط مائل إلى أن نصل إلى السطر، ثم خط مستقيم. هل ترون؟ هذا هو السطر. نرتفع قليلا فوق السطر بخط مائل، ثم خط مائل آخر إلى أن نصل إلى السطر، ثم خط مستقيم. هيا بنا، هذا هو حرف الكاف في وسط الكلمة، يمد يده ثم نكتبه كما تعلمنا بهذا الشكل. أما حرف الكاف في آخر الكلمة متصل، يمد يده وينتهي بشكله المألوف بهذه الطريقة. هل ترون؟ هذا هو حرف الكاف، وعليكم أن تكتبوه كما تعلمتم هنا. في الجهة الأخرى هنا سنكتب كلمات بأكملها تحتوي على حرف الكاف، ونرى كيف يرتبط حرف الكاف بالحروف الأخرى. نبدأ بحرف الكاف، نغير اللون إذا أحببنا ذلك، نجعله لونا أزرق. انظروا، كي متصل بالتاء ثم بالألف ثم آخر حرف هو الواو، الباء، عفوا الباء. كتاب، كتاب. مي أو ما، وهذا هو الكاف متصل بالماء. هل رأيتم كيف كتبناه؟ مك تبه، مك تبه، بهذا الشكل. ثم حرف الشين والباء والكاف، شبك، شبك. يبارك. علينا أن نكتب الأحرف على السطر تماما، يكون الخط ليس بالصغير جدا وليس بالكبير، ونربط بين الكلمات والأحرف بطريقة صحيحة، وهنا ستكتبون أنتم وتتدربون عليه. في هذا التمرين سنكتب اسم الصورة التي نجدها أمامنا. ما اسم الصورة هنا؟ ما هذا؟ هذا كلب، كلنا نعرف الكلب. كيف سنكتب كلمة كلب؟ انظروا، ك في أول الكلمة، كل، ل، ل، لام، ثم ب، كلب، كلب، ونوصلها ببعضها. ماذا عن الصورة الأخرى؟ ماذا ترون؟ أحسنتم، أنتم ترون كتب، كتب. انظروا كيف أنطق، كو، تو، بو. إذن أول حرف ما هو؟ كو، كو، حرف الكاف، أكتبه بنظام. ثم حرف التاء، توب، تو، كو، تو، أوصله بالكاف. ثم آخر حرف هو الباء، كتب، 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 بهذا الشكل. الآن أنتم تستطيعون الكتابة. ماذا عن الصورة المجاورة؟ إنها كرة. أحسنتم، كرة، مكونة من ثلاثة أحرف، كو، ر، تو، كرة أو كرة، كرة. كيف سنكتب؟ كو أول حرف هو الكا، ثاني حرف هو الراء، كو را. هل نكتبه منفصل؟ لا، نكتبه متصل مع الكاف ثم التاء المربوطة، كرة. هكذا نكون قد استطعنا الكتابة بشكل صحيح. ثم ننتقل إلى حرف الكاف المكسور، كي. ها
هذا هو حرف الكاف المكسور، لنقرأ حرف الكاف بالكسرة، كيف سيكون؟ كي تابو، كتابو، كتابو. هذا حرف، أحسنتم، حا. كي، انظروا الكسرة، كي مع المد، كي، حا، كي. أحسنتم، هذا هو الميم بالضم، مو، حاكيمو، حكيمو، حكيمو. هكذا نقرأ الكاف المكسورة. ثم ننتقل إلى حرف الكاف الساكن، هذا هو حرف الكاف الساكن، هذه حركة السكون، كيف سنقرأ الكاف الساكن؟ هيا، مك ت ب تو، مك تب تو، مك، نقف، سكون، مك تب تو، مك تب تو. أحسنتم، من سيقرأ هذه الكلمة؟ كل هذه الأحرف درسناها مسبقا ونحن نستطيع الآن القراءة. ر ما ني، رماني، رماني. أنتم رائعون. ننتقل إلى هذا التدريب الذي سنتعلم فيه كيف نربط الأحرف المتفرقة. ال، هذا ألف ولام، ال، وهذا هو الكاف، الكتب، الكتب. هيا لنكتب. ال متصلة بالكاف، نعم، ثم التاء، ثم الباء، الكتب. هنا هي ذات الكلمة الكتب، ولكن غير مرتبة، فلم يأتي حرف ال في البداية، نحن سنبحث عن حرف ال. هذا هو، ثم الكو، أحسنتم، تو بو. الآن سنعيد كتابة كلمة الكتب. ما كان، ما نوصلها بالكاف مع الألف والنون في آخر الكلمة. لماذا لا ترتبط النون بالألف؟ لأن الألف يتصل بما قبله ولا يتصل بما بعده، من الحروف التي تتصل بما قبلها ولا تتصل بما بعدها. هذه هي كلمة مكان، تبدأ بحرف، أحسنتم، الميم، إذن هذا رقم واحد. ما ك، كان رقم اثنين، والنون هو رقم ثلاثة. الآن نرتبها، ما كان، أنتم رائعون. هذا هو حرف الكاف بأشكاله المختلفة وبحركاته أيضا المختلفة، عليكم أن تتدربوا عليه جيدا، هو حرف جميل جدا ولكن يحتاج منكم أن تكتبوه باستمرار لتفرقوا بين أشكاله المختلفة. وفي درسنا القادم سننتقل إلى حرف جديد وآخر، إلى اللقاء.